عرضت دار بنهامز البريطانية للمزادات علبة سجائر أهدتها الإمبراطورة الروسية ألكسندرا إلى زوجها القيصر نيكولاس الثاني في 29 من مايو عام 1897 بمناسبة ميلاد ابنتهما الثانية تاتانيا. العلبة التي تعود إلى أسرة رومانوف آخر الأسر التي حكمت روسيا القيصرية هي عمل فني من إبداع فابرجي، مطلية بالذهب وطلاء الأنمل البنفسجي وأحجار كريمة، وتعود إلى 400 عام. ويقدر الخبراء في دار بارهامز أن يصل سعر بيع العلبة إلى أكثر من 303,000 دولار في المزاد الذي سيقام في 5 من يونيو. وتتحدث صوفي لو مدير القسم الروسي في بارهامز عن أهمية هذه القطعة. تعود أهمية علبة السجائر إلى جانب كونها تحفة من حيث صناعتها إلى أن الإمبراطورة ألكسندرا قدمتها إلى زوجها القيصر نيكولاس الثاني بمناسبة ميلاد ابنتهما الثانية، وفي هذا الإطار هي مهمة للغاية لأنها تتعلق بحدث مهم في حياتهما، خاصة إذا ما عرفنا كيف انتهت حياتهما لاحقا عندما قتل في بداية الثورة الروسية. وبعد تنازله عن العرش قتل القيصر نيكولاس الثاني في يوليو عام 1918 وزوجته وبناته الأربع وابنه وأربع من الخدم في قبو منزل تم احتجازهم فيه رهن الإقامة الجبرية لعدة أشهر بعد اندلاع الثورة الروسية. أماني صالح، رويترز.